يبان شكل غريب بعد الحلاقة الميري، ولكن حاولوا تتعودوا على المنظر ده الفترة دي كلها لحد ما ربنا يسهل ومش عارف ليه يطلع تاني. هل فكرت قبل كده ان تشوف تليفون شفاف، تليفون كل حاجة فيه باينة، ظهره باين، تفاصيله من ورا باينة كل حاجة؟ اه، التليفون ده موجود فعلا ومن شركة لسه موجودة من فترة قريبة، شركة ناسونج اللي هي الولا حاجة. الشركة دي كانت نزلت سماعة، وكانت سماعة جميلة جدا، كسواء كصوت وكمنظر أو ديزاين بتاعها كان حلو وشفافة، تقدر تشوف كل تفاصيلها، فيها كل حاجة باينة وواضحة، فالموضوع جميل بصراحة وأنا بحب كده. وكمان نزلوا كمان تليفون، هو الفون 1، ونزلوا منه كمان إصدار السنة دي اللي هو الجديد لسه نازل من فترة قريبة، الفون 2، ونزلوه بإصدارات وتطورات حلوة، مش كلها حلوة بس في حاجة عامة كويسة جدا ومقبولة تخليك تقدر تشتري التليفون ده وتقرر، غير طبعا الظهر بتاعه والتصميم بتاع الروش اللي من ورا اللي بينور وعامل زي النور وبيطفي وكده، موضوع جميل. زائد ان ظهره شفاف طبعا زي ما انتوا عارفين، كل حاجة فيه باينة من ورا، الكاميرات تحس ان انت شايف كل حاجة، الكاميرا متركبة ازاي، تفاصيلها كل حاجة فيها. فانا عامة بحب الموضوع ده جدا، واعتقد انتوا بتحبوا الموضوع ده، ان انا احب اشوف الجهاز بتاعي تفاصيله ومكوناته من جوه عاملة ازاي. تعالوا نتكلم اول حاجة عن الشاشة. فشاشة الفون 1 كانت بتنزل ب 56 انش، والجديد الفون 2 بينزل ب 76 انش، مش فرق كبير يعني، فرق بسيط جدا انت مش هتلاحظه اساسا وانت بتستخدم التليفون، ومش هيضايقك في الرؤية لان الاتنين يعتبروا زي بعض، فرق حاجة بسيطة كده مش ملحوظة. ومن الناحية التانية بينزل بنفس الامكانيات، يعني مفيش اي تطوير، بينزل بالفول اتش دي بلس في الاتنين، بشاشة اوليد، وشاشة اوليد عامة جميلة جدا. بس كنت اتوقع مثلا يزودوا الفول اتش دي، خلوها مثلا كواد اتش دي تبقى افضل شويه في الرؤيه، عشان يبقى فلاج شيب وكده، يبقى مناسب ومنافس اكتر للاجهزه الفلاج شيب العاليه، بس ده بسعر اقل شويه. بس عامه بينزل ب 120 هرتز تردد، في القديم بينزل ب 120 الثابت، في الجديد بينزل 120 متغير، يعني مثلا قافل التليفون يبقى 1 هرتز، فاتح التليفون مثلا على لعبه مثلا 90 هرتز، على الفيس مثلا يبقى 120، على اليوتيوب 120، وهكذا، بيبقى متكيف عشان يوفر قدر كبير من البطارية، ما يستهلكش كتير زي التليفونات القديمة كانت 120 ومفيش فيها أي تعديل أو كده، فتلاقي البطارية عامة ما بتكملش يعني 4 5 ساعات، يوم ما تكمل يبقى الحمد لله كده كويس. لكن ده بقى بيكمل معاك كتير قوي ويستحمل معاك كتير. وكمان القديم كان بيجي ب 1200 نتس، أما الجديد بيجي ب 1600 نتس، الاتنين عامة مش هتتضايق منهم لو أنت في الشمس أو لو أنت في الصبح أو أنت ماشي في الشارع، الاتنين هتلاقي رؤيتهم واضحة جدا، ولكن فرق 400 نتس أو 400 شمعة دي هيفرق كتير جدا في الرؤية عامة بالنسبة لك، يعني مش هتبقى متضايق مثلا لو الشمس ليها مباشر على التليفون، لا تبقى شايف واضح جدا ومش متضايق من حاجة، تعرف تتكلم، تعرف تبعت رسالة مثلا، تتكلم مع حد، الموضوع عامة جميل جدا. حتى لو انت في كافيه مثلا وفي نور شديد مش هتبقى متضايق من الرؤية. كمان الجهازين بيجوا بنفس الماتيريال، مفيش أي اختلاف خالص، هو بس الاختلاف اللي ممكن تلاقيه شوية الألوان، يعني في القديم كان أبيض وأسود، في الجديد قالك هنطور شوية، بدل من أبيض وأسود هنخليه أبيض ونشيل الأسود خليه جري، على أساس إن عملنا فرق بسيط شوية يبقى في تجديد وكده. من الناحية التانية بيجي القديم بـ IP53 والجديد IP54 معيار مقاومة الماية، مش الماية لا هي الماية أوي، يعني أنت بس تحط التليفون مثلا في الماية شوية تتصور وخلاص كده. لكن فكرة إن أنت تحط بقى زي تليفونات الفلاج شيب وتفضل سايبه نص ساعة على أمل إن هو يكمل معاك وتصور فيديو أو صورة تحت الماية، لا مش هيكمل معاك، ممكن الماية تتسرب للجهاز وتزعل عليه، خصوصا الجهاز مش رخيص عشان أنت تفكر تعمل حاجة زي كده. فعامة يعني مثلا نزله وتصور بيطلع على طول، لكن ما تاخدش وقت وانت بتحطه جوه المية. كمان الاتنين بيدعموا بصمة في الشاشة، والبصمة سريعة عامة مش هتواجهك اي مشكلة فيها. وكمان وقت الاستجابة انا شايف فيه تطوير حلو جدا، يعني بدل ما كان 2 ملي سكند بقى 1 ملي سكند، يعني تقريبا نص بالظبط، فده عامة حاجة كويسة. بدل ما انت كنت مثلا بتدوس فياخد جزء من الثانية كده عشان يلقط حركتك، لا انت مسافة ما بتدوس بيلقط على طول، وده عامة كويس كحركة وكجيمنج وكل حاجة، حتى لو انت مثلا بتعمل ريندر او مونتاج عليه عامة بيكون جميل جدا، بس ده هيكون ملحوظ اكتر في العاب الحركة السريعة زي الحروب مثلا، زي بابجي مثلا، فالورنت مثلا، الالعاب دي هتفرق معاك جدا في السرعة، مش هتلاحظ ان في اي جزء من التقطيع، عارف المسافة ما تتحرك تلاقي الشخصية بتتحرك في اللعبة، مش هيضايقك في اي حاجة حرفيا، فده جميل قوي. البروسيسور قال لك احنا عايزين نطوره شوية، بدل ما كان في القديم 778 جي، وده بروسيسور قديم شوية ليه فترة كبيرة وشركات كتير بتستخدمه، قال لك احنا هنعلى بالاداء شوية، هنزله سناب دراجون 8 بلس جين 1، ده بتاع السنة اللي فاتت اصلا، بس عامة ده فلاج شيب قوي جدا جدا جدا، وده نزل بعد سناب دراجون 8 جين 1، ده التطوير بتاعه، فده نزل باداء عالي جدا وقريب جدا من سناب دراجون 8 جين 2 بتاع السنة دي، فهتلاقي فرق بين التليفونين لو انت بتستخدمهم مع بعض، فرق شاسع، ده طلقة عندها تقريبا ضعف اداء التاني. الفون 2 بصراحه جهاز جميل جدا، والفون 1 على فكره ما كانش وحش، بس لو انت عايز الاداء الاعلى من الاعلى
فانت هات الانتو الجهازين بيدوا بنفس الرامات الـ8 والـ12 وبيدوا برضو بالـ4 قنوات، فده بيخلي عامة النقل بين قناة والتانية بيخلي أسرع بكتير من لما يكونوا قناتين في الأجهزة العادية. كمان بيجي بمساحات تخزين 128 و256. الفونتو حب يطور شوية وقال لك هننزل مع الاتنين دول إصدار تالت 512، عشان لو انت تحب المساحات الكبيرة أو شغلك مساحته كبيرة. الفون 1 بينزل بأندرويد 12 وقابل للتحديث لأندرويد 13 وأندرويد 14 كمان. الفون 2 بينزل بالأندرويد 13 برضه قابل للتحديث. البطارية بتاعتهم هي عامة كويسة، يعني القديم كان بيجي ب4500 ملي أمبير، الجديد قال لك احنا هنطور شوية من 4500 نخليها 4700، زودوا 200 ملي أمبير. بس هل ده هيفرق في البطارية وهيفرق في إن يقعد فترة كبيرة طول اليوم؟ أعتقد ده مع الريفريش ريت المتغير، فأعتقد ده هيقعد فترة أطول من الجهاز القديم. كمان بيجي بشاحن 33 واط للجهاز القديم، أما الفون 2 بيجي بتطوير شوية وتطوير حلو عامة 45 واط. من 33 ل 45 في فرق عامة في الشحن، هيفرق مع بدل مثلا ما كان هيقعد مثلا ساعة ونص مثلا يقعد ساعة، فعامة ده كويس. ده غير ان الاتنين بيدعموا الشحن اللاسلكي وشحن اللاسلكي العكسي بنفس الكفاءة بالظبط، فمش هتشيل هم مثلا لو التليفون فصل من البر، لا ممكن تشحنه بظهر تليفون او لو في شاحن لاسلكي عندك في البيت تقدر تشحنه بكل سهولة. الاتنين بيجوا بنفس الكاميرات، مفيش اختلاف ما بينهم، وممكن يكون فرق في التصوير او في جودة التصوير، ولكن نفس الكاميرات بالظبط، الكاميرا الاساسية الـ50 وكاميرا الالترا وايد الـ50 برضو. بيجي بس بتصوير فيديو 4K في الاتنين، بس ممكن في اختلاف سنة شوية. القديم بيجي تصوير 4K 30 فريم، ولكن الجديد قالك هندور من 30 هنخليه 60 فريم، فده عامة هيكون كويس. كمان الكاميرات دي بتجي بمثبت بصري، فده كويس لو انت مثلا بتتحرك او بتجري تقدر تصور بكل بساطة، مش هتلاقي التليفون بيتهز منك او الكاميرا مهزوزة او مضايقاك، لا هتكون كويس جدا معاك. الكاميرا الأمامية كويسة، يعني في القديم بيجي 16 وفي الجديد 32، أعتقد في فرق تطوير شوية في الجودة في الكواليتي، فهتفرق عامة في التصوير معاك. بس اللي ممكن يضايق شوية ان بيجي ب 1080 30 فريم في تصوير فيديو، مش عارف ليه ما طوروش، انا حتى طب وصله 60 فريم، حتى طب وصله مثلا 2K حتى اقل حاجة، مش عارف ليه ما طوروش في الجديد. في القديم ممكن لان السعر بتاعه كان محدود شوية، لكن في الجديد طب طور له شوية، طالما انت زودت السعر طور شوية عشان يبقى في فرق برضه، احس ان في امكانيات كتير معايا مش بس امكانيات محدودة في البروسيسور مثلا وخلاص اقف على كده. الجهازين بيدعموا الواي فاي 6 وكمان بيدعموا البلوتوث، بس في القديم بلوتوث 5.2، الجديد بلوتوث 5.3، او فرق بسيط عشان بس مبقاش فيه تقطيع مثلا وانت بتوصله بحاجه بتوصله ببلوتوث او كده، ولكن الاثنين عامه كويسين. المدى بتاعهم لو 10 متر فمش هيكون عندك مشكله. زاد كمان الاثنين مدعومين ب NFC لو الاتصال قريب المدى للبطاقات مثلا والشرايح والحاجات دي. زاد كمان الاثنين فيهم الاتصال كويس ومدعومين بشريحتين من نانو سيم، فمش هيكون عندك مشكلة، ولكن ممكن تلاقي الاتصال أفضل سنة في الفون 2، في تطوير أعلى شوية في الاتصال، فمش هتلاقي فيه تقطيع مثلا ولا هتلاقي الشبكة ضعيفة أو مفيش شبكة أو كده، لا هتلاقي الدنيا معاك كويسة. الاتنين بيدعموا سماعات السيريو، عامة صوتهم كويس مش هيكونوا مضايقينك في أي حاجة، تقدر تشغل عليهم أي ميوزك أو صوت أو أفلام أو مسلسلات، مش هيكون مضايقينك خالص. بس يا سيدي، ودي كانت نهاية الفيديو عن تليفونين اللي هما الفون 1 والفون 2 من شركة ناسينج ولا حاجة. فقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، ايه رايكم عامه في التليفون، هل في حد اشترى التليفون ده او ده، هل حد جربه يقول لي مثلا ايه رايه. بعيدا عن الديزاين، انا بصراحه الديزاين ده اكتر حاجه عجباني فيه، الظهر بتاعه مبهر وعجبني جدا، موضوع الانوار والكهرباء اللي فيه دي بصراحه عجباني جدا، انه بينور مثلا انت بتشحنه وينور لو في اشعارات او نوتيفيكيشنز جات لك بينور، فعامه عجبني الموضوع ده جدا. بس هل النور والكهرباء اللي في ظهره دي تستحق ان يكون سعره اغلى شويه من بقيه التليفونات اللي بنفس الامكانيات بتاعته؟ مش عارف بصراحة، قولوا لي رأيكم ايه. عامة ما تنسوش طبعا تتابعوني على انستجرام وعلى تيك توك، وطبعا المتابعة بقى والحاجات دي كلها ما تنسوش عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. طبعا لو حد حابب يسأل في اي حاجة يبعت لي على طول، حد مثلا محتاج استشارة مثلا في تليفون، عايز يشتري تليفون جهاز اي حاجة، سألوني عامة هرد عليكم على طول. سلام.